طيب أعتقد إعلان يعني أو الناس تروي الخصوصية العائلية طبعا على وسائل التواصل. طبعا أنا هسه برتبط ببنية هي ممثلة، بس من تنزل صور إني ويأخذوها يقصوها وينزلوها أنقهر، لأن أنا ضد هاي التجربة. هسه أنت مرتبط؟ أي طبعا. أي منو الممثلة؟ قول لنا خلينا نعرف. الممثلة الفنانة الكبيرة هي فنانة شابة سهير صلاح، يعني بيناتنا أكو مشروع إنه مشروع زواج. شو وقت؟ لو ما مقررين بعد؟ يعني مقررين إنه بس نخلص من هاي، هي وياي بنفس العمل، لأن هاي الفترة كلش ضغط علينا، بس ممكن بالفترة الجاية ممكن يكون أكو شيء. أنا أحب أقول لكم ألف مبروك في دول عمرك. هاي أول مبروك يعني، خلي الناس يسمعوا. أنا ما خاف من عدها، بس أضوج من الطشة المغايرة. الناس شو يقول لك؟ هاي زواج فنانة حتى ينزلون يومياتهم. أنا ضد صورة مرات تنزل إنا وياخذوها أنقهر. بس هي تعرفين بنية حقها قدام البنات تفتخر وتنزل وتتباهى إنه زوجها منه أو حبيبها منه أو خطيبها منه. أنا ضدها، بس لازم أنطيها كونها بنية. على أي أساس قررت تأخذ هذا القرار للارتباط؟ شنو أهم شيء؟ للارتباط وفنانة. أي وشنو أهم شيء إنه تنجح العلاقة وينجح زواج؟ شنو أهم شيء تتصور بالعلاقات؟ الحب، الاحترام، الثقة، شنو؟ قل لي وحدة من عندهم. أول شيء إنه أنت وحدة فاهمتك، فاهمة شغلك. يعني تفاهم. أي أكو تفاهم. بس إحنا بناتنا مشاكل تصير مع الغيرة وهاي الأشياء موجودة بكل. عادي. حتى الإنسان العادي. تفاهم. اثنين شنو؟ اثنين اكو حب. حب. احترام لشغلك. احترام. اي احترام موجود. يعني انا هسه هي شغلها موجود وياي، ما اتدخل بشغلها. لان انا اعرفها هي محترمه، ما تسوي الاشياء الخارجه عن النص، الخارجه عن اخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا ما تسويها. اهلها معلميها انه هاي صح هاي خطا، مو عيب. هي متعلمه عند اهلها. تجي انت ممكن تضيف لها ذن شويه، لا هي تعرفها القوانين. لكن اكو اشياء ممكن لان نتخلص معتين شوي شوي، اللي هي الغيره، المشاكل، هاي الاشياء.